السلام عليكم. اسمحوا لي يا اخوش، الله يحن عليكم. السلام عليكم. واش الخوش؟ اني الحباب بخير اصحاب. الله يخليكم لمهمه اخوشي. عواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد، باش مش مني شو بالصحه والسلامه. الله يخلي لكم لمهمه في هذا النهار هذا، واللي عنده شي مما مريضه الله يشافي عليه في هذا العواشر هذه وفي هذا العيد الكبير عند الله، واللي عنده شي مما ميته الله يرحمها عليه في هذا النهار الكبير عند الله، واللي عنده شي مهمه مازال في الحياه ان شاء الله فيها والله يخليها لي اخوتي. وتحياتي لكم وتنموت عليكم. غبرت عليكم شويه اخوتي، عيد الظروف شويه ورمضان وراكم عارفين اخوتي شويه ديال ما كاينش واحد شويه ديال الخاطر باش نكون مع اخوتي ديريك. شو هذاك اليوم اخوتي؟ انا يا جيت نبارك اخوتي العواشر، ما يمكنش ما نباركش لكم العواشر ضروري. وانا عاود لخوتي واحد القصه اللي كنت يقولوا لي الدراري بزاف، وبزاف تكتبوا لي في كومونتيرات، وعيوم كتبوا لي الدراري في كومونتيرات، وتا شي دري ما عاود، كاملين من صحاب السجناء التعبي ما عمر شي واحد عاود عليه شي قصه. الدري هذا شكون هو؟ الدري هذا هو نبيل المساوي، راه ما عارفينه. راه الدري راه معروف حتى هو يا مشكله، راه الدراري راه في الكومونتيرات راه غيقولوا لي عليه، حيت هما يا قالوا لي شحال من واحد تكتبوا لي بزاف تيقول لي عاود لنا على خونا نبيل واش ما شي حاجه. انا نعاود قصه ديالي طرات معاه، قصه ديالي معاه داخل السجن. نتمنى اخوتي بارطاجيو، نشوفوا شويه ديال الخوت نباركوا العواشر، وانا معاكم دابا يا اخوتي. سيمو السامبا المساوي الرجولة، ما نعاودو هضرة اخويا، كل تيجبدوه في عايلو اخويا السامبا. تحياتي اخويا عواشر مبروكة باش ما تمنيتي، الله يحن عليك. تحياتي لك واحد، الله يكبر بيك خويا وليد، تحية متبادلة وعواشر مبروكة اخويا باش ما تمنيتي، الله يكبر بيك خويا. تحياتي من القرية سلا وعيد مبارك سعيد لجميع المتبعين ديال واحد، الله يكبر بيك خويا هشام، الله يحن عليك خويا. تحياتي لك وعيد مبارك سعيد باش ما تمنيتي في حياتك اخويا العزيز. عاود لينا على على السينقاوي سيمو، تا هو يا لا تا هو السينقاوي راه عشيري، تا هو يا ومدوز معايا بزاف، ولكن اليوم انا بغيت الدراري قالوا لي الحلقه ديال بغاو خونا نبيل شحال بزاف هادي والله الا مده، هما تيكتبوا لنا تيكتبوا لي عاود عاود لنا على نبيل، عاود لنا شي قصه على نبيل. قلت اليوم القصه هذه ما عمرني ما عاودتها ما والو، ولكن ماشي قصه هي سامعه، قصه عايشه مع انايا ومعايا. وقلت انا نحطها مع خوتي في هذا النهار هذا، منا نبارك خوتي العواشر، ومنا نشوفكم شحال هذه ما شفتكم توحشكم، ومنا نعاود لكم هذه القصه هذه اخوتي، ونقول لكم عيد مبارك سعيد، والله يعطيكم ما نويتو في خاطركم في هذا النهار هذا. وما نساوش الجاليه اللي عايشه خارج الديار، تنقول لكم الله يسهل عليكم كاملين اخوتي من القلب، تحياتي لكم. حمزة ديديكاس من الصويرة، تحياتي لك خويا حمزة، وتحياتي وتحياتي الناس ديال الصويرة خويا، الله يكبر بيك، الله يحفظك. انا غير ولد حومتك 36 وليد، الله يحفظك ولد حومتي، مرحبا راك لاصق عليا، تنشوف خويا الله يحفظك. عيد سعيد عمرك ما دي معاك حيث صناعي من السوق، ماذا جوج متابعين بارك ليكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. الله يكبر بيك خويا سمسات، تحياتي الله يحن عليك. تحياتي لك من ميسا والولجة، تحياتي لك وتحياتي الناس ميسا والناس الولجة، تحياتي ليهم. سلام دو مارسيليا، تحياتي لك وتحياتي الناس مارسيليا، والله يسهل على الجالية والله يسهل عليك خويا، تحياتي لك. واحد عيد مبارك سعيد لجميع أمة محمد، يا ربي آمين، والله يسهل على أي واحد أخويا الغزال، تحياتي. شكلي ما في حق موليك اخويا واحد،
انقول اه والله تحياتي لك، على تحياتي لك، ما عندي ما نسالك خويا فهاد السؤال اللي عطيتيني. انقول تحياتي لداك السيد خويا موهليكا، تحياتي ليه، تحياتي لخويا برقل، تحياتي للدراري كاملين ديال تما ديال الكازا ديال الحي المحمدي. خويا موهليكا الرجولة ما نعاودو، عرفتي شنو تعيش الرجولة ما نعاودو، هدرة دري راجل راه مشينا عنده وعرض علينا رحب بينا هو برقل الدراري ديال الحي المحمدي، ما خلاوناش نخشيو يدينا في جيبنا. الناس ديال كازا انا تنقول لكم تنموت عليكم وتنجي لكازا ديما، انا يا كازا عندي بحال انا يا دوار الحاجه، انا في الدور يا خوت نتاع الكازا عندي دوك، انا كازا راه تلاحظوا في الفيديوهات كاملين ولا اللايفات كاملين شنو تنقول على الناس ديال كازا. هي تنهضر انا كلشي تنبغي، ولكن انا كازا عزيزه عليا، اعز مدينه عندي هي مدينه ديال كازا والناس ديال كازا، ما هذا الشيء هذا. وتحياتي لخويا موريكا والله يسهل عليه، والرجوله ما نعاودو هضره ماشي من الطفوله من البزوله راه باينين الدراري. وتحياتي لخويا برقل تاهوايا راه خويا ماشي صاحبي تاهو راه ما نعاودو هضره. وتحياتي للدراري كاملين، وتحياتي للناس كذا واحد واحد، وتحياتي من قلب دوار الحاجه لطنجه حتى للكويره، تنقول لكم تحياتي لكم خوتي، الله يحفظك خويا، وهذه تحيه لخويا موليكا. خويا الرجولة ما نعاودو هضرة، اللي رجال الدراري رجال رجال، مشينا رحبوا بينا. وتحياتي للناس حي المحمدي كاملين واحد واحد، ومازال غنمشي كاينين الدراري صحابي بزاف كازا، وكل مرة غنكون في بلاصة في حومة وحدة وغادي نكون معاهم، وغادي انا يا كازا عرفت بحال بحال في حومتي، ما نعاودو هضرة. تحياتي خويا مخفي نبيل الميساوي، نبيل مساوي كنز وقاير الحجارة، ونبيل ولد الناس، وكان زامت الأرض ديال المكارب، وبالتوفيق أخويا واحد عواشر مباركة خويا. ويا تا هو يا كنشوف ما نعاودو هضرة، أنا يا غنهضر عليها خويا، تا هو كان تا هو يا مشكلة الداخل صافي، تا هو يا هو شنو هو مبلي بالقمر مشكلة، وكلشي ديالو شفا كلشي ديالو، المهم اه جوكر حطو غادي يضيم صافي، بدون بلا ما نكا صافي جوكر حطو غادي يضيم خويا المساوي. وغنعاود على هاد القصة هادي اليوم انا يا يعني نحط معاك، بغيت نبارك لخوتي عواشة شي وحدين. مرحبا بك خويا واحد في كازا البرنوصي، الله يكبر بك خويا، تحياتي لك وتحياتي للناس ديال البرنوصي خوتي. والله تنعس فيا 3 ايام ما نعس، اقسم بالله الا عينيا مغمضين، واش ندير لكم باش تعرفوا، ندير لكم شوف فين داير، فين داير لكم القص، ما دايرهاش كاع عندي في البيت ديال الاستوديو، لا شوف فين دابا متكي وباغي نحط معكم هذا القصه نسالي النعس اخوتي، شي واحد العيا ما والله تزاد شي خمس ايام والله ما جلست انا كاز، انا والله شي الله اليوم قلت غادي نرتاح واقيله شويه. احنا يا سلام رمضان بخير وعلى خير الحمد لله ونشكره، هذا هو اللي بغينا. اول شركة مبروك اخويا الزين، الله يكبر بيك خويا الغزال، واحد بيك ضرب واحد كذا، والله ما فهمتك خويا الشينوي. تحياتي خي وحيد من مكناس، ضرب شي مع ليدي والتمارة، وإلى خويا ما نعاودو هضرة، الدراري ولا التمارة كاملين ضاربين معايا واحد واحد كاملين، راهما بلا ما نعاودو الهضرة. حيت كنا أخو ما هادشي تا لعبة والو أخوتي، أقسم برب الكعبة إلا هادشي هذا راه تا شي حاجة، راهي تنبغيو نعاودو قصص بنادم غير منا يسمع يعرف شي حاجة اللي ما كانش عارفها، ومنا أي ياخد عبرة حيت ما كاين ما يستافد حاجة، علاش لا تبع ديك الطريقة ولا يستافد، ما يستافد منا حتى شي حاجة، لا استفدنا منا حنا شي حاجة حتى هو غيستافد منا، وكون كانوا غيستافدوا منا الناس كون كاع ما نقولش الله يجعل البركة وغنرجع للور، لا غتلقاني مازال وشو ربي وكدا وهادي وعفى عليا انا دابا راه بيني وبين الحبس راه مدة، راه نسيت واقيلا راسي كاع واش دار بالحبس، دابا راه القصص تنعاودهم مجرد ذكريات بقاو في عقلي تنعاودهم لخوتي وتنبارطاجيهم معاكم هاد الشيء هذا. ساعة خروج من والله ما عرفش خويا انوار الغزال،
وحيد الغزال دوز معاك عادي اشكان با وسيم وشوف طور دول هنا ويلي عادي اشكان با اخويا ما هذاك الدريري با اخويا ماشي صاحبي وعندي معاه قصص وكذا دابا نعطي شنو واحد قصه غنحط عليه هو واحد الدري مشكله مع واحد خينا تا هو تيقول انا وانا وكا وعجبوني وكاينين وكذا خليهم ما نحرقوش ما نقول لكم شنو خلات القصه شان عاودها لكم مع خونا عادل شكان بقى صاحبي وما كناش نتلاقاوها في الداخل ما عمرنا تلاقينا برا تحية الرجولة تا هوايا تا خويا عادل الرجولة واحد جلوطة كانوا عطاو 5 ديال شحال بقالو ما تنظن ما بقى لي والو اخويا تنقول انايا ما بقى لي والو اخويا هو غادي اخويا الله يطلق صباح اي مسجون فهاد العواشر هادي اخوتي راه الحبس ما تبغيش لعدوك ولكن ربنا نمشي غلط ولا غلطت راه غتخلص نهضروا ديريكت بدون مجامله بدون نفاق صافي حاول بنادم ما يغلطش باش ما يطيحش في هاد المواقف هادي والعذاب وكذا وشقى كذا ودابا يشو على احكام كي ولا تيهضر معاك ب10 بحال ما قال لك والو صافي عادي يا سير راس صافي يعني هنا بنادم يعرف بان راه صافي غايديروا عندنا هنايا ما غيبقاش الاجرام ما غيبقاش هادشي ديال البساله تيدور عندنا هنايا غادي البساله غتمشي غنصيفطوك تخرج تتحيد منك سير المراهقه لا بقى لك انت في سير المراهقه وغتبقى دير البساله حنايا غنصيفطوك غندخلوك تنخرجوك مع سير المراهقه سالات فيك صافي تتولي طالب باغي غير تريح هادشي هذا خوتي بغيت كتشوفهم مجتاحوا فيه ولات القضيه قاصحه نتمنى من الله تاخذوا عبره مني انايا راه تنقول لكم هاد الشهادة راه بحال خوتي وتنحسبكم ماشي خوتي كثر من خوتي ما تنبغيكمش تطيحوا نتمنى يقولوا وقيلا راه هذا باش يقول شي حاجة حيت واحد النار راه انت خلي هاد الكلمة خلي هاد الكلمة عندكم اخوتي واحد النار لا تهضر عليه تنقول شي وحدين ما يديروش بها وانا عارف حتى انا ما كنتش يقول لي بنادم كذا هادي تنبقى نقول واه تيبقى يغني عليا يقول لي انا هو يعرف انا عارف شندي باش يعرف هو ولكن ملي جيت وصلت واحد الوقيته ونلقى ديك الهضره اللي تيقول لي يا بنادم كنت تبعتها كاع ما نطيح في هاد المشاكل هادو ما نطيحش بزاف د الحوايج وما ندوش عمري كامل وانايا في المعاناه وانايا في تن وانايا في تندور ما خليت حتى حبس على خاطره تلقى بديت بالضحك صغير تلقيت راسي كبر باش عقل الطيش وتابع العياقه وكذا وانا في الاخر ما استفدنا شلبه حيت واخا وما تيتقاداوش غتسالي هذا اليوم غينوضك واحد غدا بعد غدا بعد غدا صافي يعني بنادم نتمنى يفهمني راه كاينين دراري راه واعي راه واعيين انا برقم وانتوما يتفهموا اخوتي وبلا ما نطول عليكم راه انايا راه قلت لكم شنو كاين كلامك في الصميم خويا واحد بالعكس كلامك بصح انا عارف اللي كاين خويا الله يكبر بيك خويا يحيى تحياتي الله يحن عليك خويا العزيز طاوين تاو فريد راك خوت وخوت اخويا احنا يرى خوت تلموت ما نعاودو هضرة ويلي داكشي احنا يرى عادي اخو احنا يرى خو راه من الطفولة راه من عتي من البيداغوجي من 15 عام في عمري وانا ويا داك السيد خوت كذا هادي غيبقى ديما خويا قديم عزيز عليا والله يسهل عليه وتنطلب ليه مسيرة موفقة ويكمل والله يسهل على أي واحد اللي بغى لي شي حاجة خايبة الله يعطيها لي أخوتي نبغي أي واحد يكون بخير نشوف أنا شي أنا نبغي نشوفو بخير أحسن مني وأحسن من أي واحد وبزاف تنفرح ما تشوف بنادم ما عندوش وتا هو يمشي يدمر حداك وخا يكون قلبك ما عاد شنو شي أنا بعدا شوف بنادم كدا ما مسكين عاون بلي كدا ما عنده والو ما باغي لا يخدم وما كاينه حتى لعبه ما يديروا معاك والو والنهار كامل هو جالس ما لاقيش باش ياخذ شجار هو قاروره داير دابا مع 50 ريال 60 ريال وثلاثه دراهم حتى جوج بخات وكيفاش بغيتو بنادم ما عنده حتى درهم راه خوتي نطلب من الله يشوفوا من هاد الناس هادو عرفتي علاش ويديروا شي حل لا بغاو ينقصوا هاد الشيء هذا راه حيت بنادم ما عندوش راه قاروره داير 60 ريال وبنادم عندنا كل شيء تيكمي النص غلقوه في المغرب تيكمي وكثر من النص غلقوه تيكمي ما تقولش ليا ما تيكميش راه كاين اللي ما عندوش حتى هو خصنا نحسوا به ونقولوا راه كاين ماشي صافي عندي نقول راه صافي عاود الراس وهذا ولا اخر شهر اخر شهر يحفروا
والله يخلف الله يقوي الخير. سير ما انا واخا يكون عندك ما عاد شنو غادي تدفنو معاك، واش خليه عيش حياتك وعرف شنو تدير اخوتي. وهادشي اللي نقول لكم. واحد مبروك عواشرك، الله يكبر بيك خويا رباط سامسونج، تحياتي لك خويا غزال. ايش عايز ندعم واحد، الله يكبر بيك خويا عيسى، الله يحن عليك. شاد الكلمة هادي بحال هكا شكشبة، اقسم بالله. شوف انا ما عمري ما قلت شي واحد خويا دير لي دير ابوني ودير وبارطاجي معاك ودير لايك. اشنو انت راه تتفرج فيا؟ الا انا يعجبك ولا انا بغيتي نتايا بلا ما نقول لك انا انت شاد معايا. واش دابا واش راه دير لي ابوني؟ راه غدير ابوني. ما بغيتيش ما ديرهاش، بغيتي دير لي لايك ديرهم، بغيتي تتفرج فيا غير دايز زعما. انايا اللي جات من عندكم مرحبا بها، ولا قول لي اي حاجه والعيب والعار ولا ما درتهاش. اقسم برب الكعبه اش علاش حيت بعثت بزاف ديال الحوايج وعطيتكم عطيتكم راسي نتومايا، وبعثت من بزاف ديال الحوايج حيدتم عليا وعطيتكم نتومايا خاطري وعطيتكم كل شيء. هذا الشيء اللي غنقول لكم اخوتي. تحياتي لك من الجزائر، الله ينجيك خويا واحد، الله يكبر بيك خويا. تحياتي لك وديما خاوه خاوه، وحنا ما عندناش مع صحاب السياسه ما تنعرفوش داك الشيء خاطينا خويا. انا قديم معاك اخويا، الله يكبر بيك خويا عصام. تحياتي لك خويا العزيز، الله يكبر بيك خويا العز. انا درت لي انا درت ليك خوتي تطلعوا لكم الزربه. انا درت لك لايك بالزربه داز ليا، والله ما قريت خويا. تنقول لك تحياتي لك، والله يحن عليك خويا، الله يكبر بيك خويا العزيز. تحياتي لاي واحد، الله يخليك لميمه، والله يسهل على اي واحد اخوتي من القلب، اقسم بالله الا من القلب الخالص. الله معاك خونا واحد، الله يكبر بيك خويا الغزال، الله يحن عليك. تحياتي لك، تحياتي لك من الجزائر، والله نحبك خويا واحد، الله يكبر بيك خويا فتاح. تحياتي لك وتحياتي. احنا راه خاوه خاوه، ما نعاودو هضره داك الشيء ما بينا، ما احنا ما عارفين والو. راك عزيزه واحد، الله يكبر بيك خويا والله اخو متي الله يلك تيهربوا. تنبغي نقول لي السميه تيهربوا لي اخوتي كومونتيرات. تحياتي لكم بزاف والله، تحياتي لكم من القلب، الله يخلي لكم ما عزيز عليكم، والله يعطيكم ما نويتو في خاطركم في هذا النار هذا. ربي الحاجه اللي باغيها شي واحد يا ربي، بغيت ربي يحن عليه ويفرحه باي حاجه متمنيها اي واحد، يكون فرحان في حياته ويفرحوا ربي يا ربي في هذا النهار هذا الكبير عنده، وفي هذه العواشر هذه، وفي هذا الشهر العظيم عند الله اخر نهار ديالو. بغينا غدا فلوق اجواق العايد تما دوار الحاج اخويا. مرحبا نقد ندير نشوف اذا كانت القضيه ما فيها ما نوري للخوت وكذا، وهذه ندير فلوق لخوتي يعني، ندير لخويا وندير لخوت كاملين نوريهم الاجواء كي دايره ومو بلايص خرين عاوتاني. راه مازال اخوتي. مرحبا اخويا الغزال، والله اخوتي شاربوا لي الكومنتات. اخوتي اسمحوا لي اللي ما قريتش الكومنتير ديالو، الله يخلي لي المهم اللي ما يسمح لي اخوتي. دوز معاك جعيكا ومراد الغبرة جعيكا ولا والله ما عرفت خويا، باش ما نكذب نكون معاك صريح ديريك شو هذاك اخويا، والله ما عرفت بالله خوتي. باش نبداو هاد القصة بارطاجيوها اخوتي، واشنو باركنا العواشر وتنقول لكم عواشركم مبروكة. ونديو دابايا شنو نبداو القصة ديال خويا نبيل المساوي، وشنو نقول ليه إلا شاف هاد الفيديو هذا؟ غنقول ليه تحياتي ليك وعواشر مبروكة ورا خوت، وما دوزناش قليل، وداكشي اللي دوزنا لداخل راه اكثر من عمر ديال بنادم، وحنا عايشين غير لداخل تنتشافوا كل عام وكل شهر وكل ساعه وكل بزاف ديال المشكله.
الدري الرجولة اللي نعاود عليها هاد القصة هادي، وراه الدراري في كومونتيرات باغي يقولوا وشنو كيفاش وبلا ما نعاودوا عليه. القصة ديال خويا نبيل مساوي اللي غنعاود لكم هاد القصة هادي، طرات لي معاه باش كان باش يلا أول مرة باش غيولي نبيل المساوي غيولي صاحبي من هاد النهار هذا. كان ديما شندوزو شي تخزز على شي وسلام سلام، ولكن ديك السلام ديالنا كانت بيناتنا زعما كاين ناقصه وكذا. وهادي خويا نبيل هو حتى هو يا جوكر في ما حطيتي تيدم ضروري روحه جايبه، ما ايتها لعبه غير جايب روحه، والاكثريه معاهم في قاعه القمر. القمر مريض به حتى هو يا مشكله، ما تيحيدش فيما كانت تيتخشى وديما. المهم ما نعاودو هضره، القصه اللي غنقول لكم هي بانني انا جيت دخلت هاد القصه هادي مع خويا نبيل المساوي. يلاه يلاه تاوي تغدر في قاعه ديال القمر، تغدر واحد الغدره بلا ما نعاودو حيد عليا هاد الشيء هذا. ما عليناش في هاد الايام هادي، غندخل في هاد الوقيته هادي في 2006 غندخل اخوتي انايا، غنكون انايا اعوذ بالله ما قلتش انا هشام والستاشيه يوسف ودحليمه وابراهيم ودحليمه، المهم شي دراري شي دراري، المهم كاينين تا هما يا معروفين وكذا. الله يرحم خويا هشام والستاشيه في هذا النهار هذا ويوسع عليه تا هو يا وي، جابتو هاي جابتو هاي القصه في الهضره. الله يرحمه ويوسع عليه تا هو خويا هشام. تدخل لقيت انايا خويا هشام وخويا يوسف يوسف ودحليمة، وكان يوسف ودحليمة أنايا أعوذ بالله من قلت أنا صافي مريح معاهم في البيت، راكم عارفين باقيين عاقل طيش والبسالة وداك الشيء هادي. صافي أنايا تنشوف كدا تنشوف شكون اللي في باسل كدا هادي البسالة كيفاش دايرنا كدا هادي، تلقى دايرة شابكة. كان ديك الساعة صفريت تا هويا كان شادة هو وخويا وإسماعيل تا هما دوك الدراري دوزو معانا تا هما يا ما نعاودو هدرات. و شنقول لكم راه داير لايف اخويا تا هما يا راه خوتي وماشي صحابي، راه دوزو معايا وماشي وبرا كن. دابا نعاود قصه تا هما يا عندي معاهم شي قصص اللي تا هما يا يستاهلوا اللي يستاهلوا فيهم استفاده البنادم. المهم اخوتي ما عليناش، انا يا ونبيل تشوفوا هو يا القمر، انا يا كان عندي مع اصحاب التخربيق، ما عنديش مع القمار، انا يا ما عندي مع اصحاب ديال التخربيق. صافي هو يا عنده مع القمار ما في السلام السلام كدا هادي، ما هو انا ما تندورش بالناحيه ديالو هو ما تيدورش بالناحيه ديالي وبخير. هو هذاك واحد النهار انايا جالسين كدا هادي انايا ناعس دري معايا هو غنجبد سميتو ولد حومتي باش تعرفوا راه عندي ديريك ديريك شو هادي، طرات لولد حومتي وانا ما تمرتش ليا هاي الدري هذا شنو يوسف ودحليمه طرا لي هاد الديكور هذا، وانا ما تصرتش ليا في طريق ولد حومتي طرا لي بحال هكاك، واخا انا باقي صغير هو يا مدواز عليا بزايد ديك الساعه. وتا هو يا كانت سميتو مشكله وفي التخربيق تا هو الدكاكه مشكله وكذا، كان تا هو تيرونها بايتها لعبه ديال التخربيق. هادشي اللي شبعيني انا ملي جيت باش نكون صريح. واحد النهار انا ياك شنو انا يا ناعس كدا تن تن ما دير داير لايف اخويا باش تسمع الهضره باش ما يبقى معايا اخويا مادي كاز لي اخويا باش تسمع الهضره هنايا في اللايف. ما عليناش اخوتي، واحد النهار كدا هادي حنايا جالسين دوزنا ايامات كدا هادي بخير، وهذاك خدامين مدبرين دار انايا صافي كلشي داير خوات كدا. ديك الساعه باقي صحاب باقي وقيت الغفله صافي، تندخلوا التليفونات والتليفونات خبزه معجونه كدا تيجيو فيها تيجي فيها تليفون، كل خبزه معجونه فيها تليفون، الكراس كله فيها كل. المهم ما كانتش شي لافاي ما كانش كان والو، كان الحبس كلشي موجود ايتها لعبه بغيتيها غاقولها، ومن السيليسيون حتى هو يا كاين، واللي بغيتي شي حاجه ما تقول شي حاجه ما كايناش. وراه هادشي راه شحال هادي وشو دابا يا بنادم، والله ما يلقى حتى راس الراس ديال وقيده ما لاقيش بنادم، والله لا شافو حتى بعينيه ولا شمو حتى النهار يشوف، ما نعرفش الا ما نعرف. هادشي تنقول لكم اخوتي ما هادشي راه تنعاود لكم راه باش تعرفوا، راه باش تعرفوا كي كانت القضيه كانت الدنيا وكي ولات
شو لقيت امريكان، شو لقيت الغفله، وشو دابا ولات القضيه باش عارف بان البلاد راه زيانه، طبعا ما غايبقاش عندنا تيدور هذا الشيء هذا، غيكون بنادم على يقين على هادشي تنشوفو ما غايبقاش شي حاجه غايقول سميتها غايديرها بنادم. ايه دابا معاك، دابا معاك ب10 صافي، 10 شنو هي؟ وتكون في عمرك 20 عام، 10 تخرج 30 عام صافي، يعني غتخرج 3 سنين المراهقه ديالك ضرب شي حاجه غتخرج هو هذاك بعقلك، الله يخلف الله يقوي الخير، غتولي تقول جداني المهم فين درت هذا الشيء هذا، هذا الشيء هذا اللهم نتمناو. انت شنو من اش ما ربحنا والو، راه عييت ما نقول لك كنتي تعلقوا الميداليات، كنتي تعلقوا يعطيو الكيسان كرامات، شنو كون شدينا الاجازه في هذا الشيء، ولكن احنا ما خدينا والو، بقينا عاد بداك العقل بقى، ولكن ما يبقاش العقل مستخر، تيتنقى شويه بشويه تتنسى داك الشيء. اي وين سيتو بحال ما عمري دار شنار ديال، تنعاود هذا الشيء هذا وتنقول واش فري هذا الشيء هذا داز، واش كان فري، انا ما بتيقش راسي ملي تنعاود انايا راه هذا الشيء هذا راه كان، وهذا الشيء راه هذا الشيء راه الشو واش كنت فيه وانا اللي عايش فيه، راه الحياه راه تبدلات اخوتي، ما بقاتش كما كان، ما عليناش اري شنو غيوقع. داير عليا مشى دارت هاد الدري هذا مع التعامل، مشى تعامل هو ونبيل المساوي هذا ولد حومتي غنجي هاديك يوسف الحليمه، تا هويا راه كان بزناز، تا هو من البزناز هنايا، تا هويا راه ما بقاش دابا، هي راه عفى عليه الله بنادم، راه صافي راه الله يجعل راه كبر بنادم، هو تيدخل الدكاكه، تعامل هو في المساوي والمساوي في شي هو ونبيل المساوي في شي لعيبه كدا هادي، شي تخلويط بيناتهم، انايا ما عارفش باش، انايا ما عارف شنو بيناتهم، وهما يا ويلي تيتنا تينقر عليه نبيل كدا ديما تينقر كدا هادي عليه تيبقى عليه بالنقير، انا ما مورقش ليا الاخر شنو بيناتهم، والاخر واخد الخليع من نبيل ما قاد يدير معاه والو كدا، وتيبقى راه حاد راسو تيجي تيدخل في حالاته ما تيبقاش يخرج ولا محرم عليه، وهادي بيك انايا واخا يكون راه ولد عمتي يكون عندنا شي فئه هكا راه نقول فيه القصه كيفاش دايره، راه ما نجيش منه ولا كدا، صافي راه نتايا باقي صرا هكا غادي راه غنعاودها هكا غادي يا خي خي يوسف ديريك صافي الخير القصة غادا بحال هكا صافي، ما عرفتش شنو كدا هادي، هو نبيل باسل شوية على باش نكونوا صارحين، وهذاك كان زايد شوية باسل على باسل عليه نبيل خويا نبيل، صافي ما عرفتش شنو بيناتهم، نبيل بقى ساخط عليه ما تسرطع ما شنو واش ما بغا، المهم شي واش شي دكاكه جات وما عطاش منها ما دبرش عليه ولا شي لعبه ولا ما عرفت شنو شي حاجه بحال هكا، ما ورقش لي انايا، هو يتعامل مع شي واحد تعامل مع شي واحد بشي امانه، نبيل سامحو جاري معاه وكدا وعارف بان راه عاطي البنادم كدا الدكاكه وكدا وهادي راه غادي يعطيه راه يعطيه الفلوس، بقى سامر عليه جاري معاه فين ما تيخرج يجري معاه، جرى معاه مشى شافو مشى دخل لذاك البيت اللي قالوا ليه راه عطى البنادم الدكاكه فيه بغى يشد من تما هي الفلوس وهذه وهذه، كان ديك الساعه كلشي كدا يقول وباق تيجيو يقولوا لك شنو 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 فيها شنو كاين شنو كاين، ما كاينش ما كاينش حاجه تسميتها تخبع ما كايناش مخبعه، صافي عطاه شنو هو مشى تعامل مع شي واحد وتعامل معاه تعامل معاه عطاه شي حاجه، عطاه هو 40000 ريال، عطاه 2000 درهم 2000 درهم عطاه عليه، عطاه هذيك ال 2000 درهم شدها يوسف دابا تحت منه هو يا خارج، هادشي في الصباح انا ما تنفيقش الصباح تنبقى ناعس الصباح، ما عندي ما نفيق ندير الصباح ما عندي ما كاين ما والو كلشي باقي، ما هما تيتعاملوا في الصباح داكشي بيناتهم، انا يا ناعس شدو نبيل المساوي براكات دار ليه ديك 40000 ريال شاندي واخوت ومشكلة ولد حومتك وكي غادي ليها ونبيل ما بينو تا هو ما بيناتنا والو، السلام السلام ماشي شي علاقة ديال شي صحاب ولا شي حاجة، باش نكون ديريك بيناتنا السلام كدا تيحتارمني تنحتارمو بيناتنا احترام خوش صافي، راه حنا تنتلاقاو شنو راه جمعنا الحبس، راه هو ما عندي ما ندير الحبس، راه يلاقي ما يلاقيك مع أي واحد اي واحد، راه الحبس شي يقولوا الحبس سواسيه، يعني راه يقدر يلاقيك مع الفقير، يقدر يلاقيك مع الغني، يقدر يلاقيك مع اللي تلعب، يقدر يلاقيك مع واحد تيكيشم السيليسيون، يقدر يلاقيك مع واحد تيبات غير في الزنقه ونتايا مع الحبس سواسيه، كلشي بحال بحال كي هذا كي هذا كي هذا، كلشي بحال بحال اخوتي، هذا الشيء هذا ونكمل لكم، شدوا الدالي ديك 40000 ريال
براك يوسف شويه صافي ماشي هو هذا، ما زطتش معاه ما دايهاش والو كدا. هادي داري داري ديك 40 جا البيت وصلت ديك الوقيته سدوا الباب ديال لا سيست، سدوا البيبان. انا مشكيت فقت مع ديك الوقيته ديال ديك الوحده بحال هكا كذا، فقت كذا مريح في بلاصتي. جا عندي كذا هو يقول لي راه المساوي وكذا وهذا ودا ودابت بامي بلا ما هو جا قولها لي انا لقيتها غنفيق غايقولها لي كلشي. قال لي راه المساوي وكذا ودابت لي 40000 وشنو شنو قلت لهم بيناتكم شي حاجه ما يمكنش يدير لك 40000. قال لي لا ما بيناتنا ما حتى شي لعبه كذا هذه، انا يا بولد حومتي وكذا وهذه وبغيت ما واحد دا لولد حومتي 40000 كذا هذه ونقد نهضر. المهم نشوفوا شنو غادي ندير وغنديروا شي حاجه. شنو درت اخوتي كذا هذه صافي ما هضر معايا مع لقيتها ديال لاسيت. قلت لها غتصفر غيتحلوا البيبان غنمشي انا نهضر معاها غنشوف هذا 40000 اللي دارك تقول لي هكا. تحزمت اخوتي هو هذاك، انا درت داك الشيء تحت مني قاديت كل شيء تحت مني وقاديت المسؤوليه القضيه ناضيه. راه حيت الحبس هذاك تجيب كما ما كاينش لا يعقل عليك ولا لا خد عليك بلا نمشى شهر ما والو صافي. سميتو تغيير الكارشي تيتهز ترونسفير ما تسال حتى لعبه يعني صافي. خصك تكون ديما على القرش ما تحيدش شي حاجه من تحت منك، تحيدها تنوي تقول راه غنتيق الله يخلف الله يقوي الخير ما فين تيق في الله يعاون. ديما درت الحشيات ديالي كدا ماشي باش انا. المهم حشياتي صافي تحلوا البيبان بداو تيخرجوا عباد الله. خليتو ما هضرت معاه ما والو، خليته حتى غيتصفى مع العشيه صافي غيسدو مع الوقيته ديال 4:30 صافي باش غيبداو يصفيو في العشيه يمشيو معاه. خليتهم حتى يدخلوا صحاب العشيه صفا عباد الله صافي كلشي مشى دخل في حالاته. نبيل ما تيدخلش، مساوي ما تيدخلش، يبقى خارج في الكروات تيدور حتى هويا تيدبر على راسو شاقي على راسو راعي. المهم جاي بروحو ما نعاودو هضره صافي ما عليناش. شنو غادي انا يا ندير انا خليتو عزلتو خليتو حتى صفات عباد الله باش غنشوفو شنو كيفاش غادي ندير شنو حيت تنشوف خصني تنقول شنو رده الفعل ديالو كيفاش غادي تكون باش غنكون انا شو رده الفعل ديالي كيفاش غادي ندير. ملي صفات سالات عباد الله صافي دخلوا بحال هكا بان لي هبط من الدروج واقف من الدروج حتى ما بين الكروه ديال من الواحد حتى الثمانيه وما بين الكروه ديال من تسعود حتى 13 الوسط هو واقف حدا البيرو ديال الموظفه. جيت لعام كدا انا ومشيت لجهه الدروج عيطت عليه قلت لي نبيل اجي نقول لك واحد الكلمات. الموظفه معاه هو واقف حدا الموظفه والموظفه غيشوفوني عيطت عليه غيعرفوا شي حاجه وهي واصله من الخبر بانه ردات ما تتخبات شي حاجه. وصلت لهم بان رد نبيل رد 40000 نبيل رد يا ليوسف ولد حليمه رد لي 40000. انا يا ما هو يا واقف حداهم هو عارفين داك الشيء. طلعت مشيت جهه الدروج عيطت عليه جا قلت له دابا بغيت نهضر معاك. قال لي اه مرحبا اخي وحيد. طلعنا مع الدروج وقفنا ما بين ما كاين كاينين جوج طبقات ديال الدروج. طلعنا الدروج الاولانيين كاينه واحد الكولوار عاد تطلع مع الدروج عاوتاني. وقفنا في ذاك الكولوار ما بين الدروج والدروج ونهضر مع ديريكت. قلت له دابا يا اخي نبيل هذيك 40000 اللي ديتي لي اللي ديتي لولد يوسف ولد حليمه وكذا وهذاك ولد حومتي ولد بلادي وهذه شنو دابا يا بحال حنا بحال تحس باننا حنايا بحال انايا ولد حومتو وكذا وهذه وتبيضيق هذا وشنو ما كيفاش غادي نصرفوا هذه القضيه هذه دابا. هو هضر معايا بهضره ديال الرجوله بهضره ديال الحبس ديريكت هضر معايا اغارس اغارس. قال لي خويا واحد عمري جيت فيك عيني عمري ضربت بيك عمري ضربت معاك عمرك شتي مني شي حاجه خايبه. بقى تيهضر معايا بهذه الشهاده ديالي بان داك السي اوفري داك السيد ما عمرني شوفه ديالو شتو شافها فيا خايبه بالرجوله. كان احترام بيناتنا حيت حتى هو تيدبر على راسو انا حتى انا كنت ندبر على راسي يعني صافي كله. ولكن من البعيد راه تيدوز كدا راه تنبقاو في الكروه ملي تنبقاو في الاخر كدا هادي راه عاديه راه بينا راه حنايا راه خوت. صافي اخوتي درت معاه بحال هكا هضر معايا هاد الهضره هادي. قال لي شنو كدا واشنو شنو 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 راه هاديك راه ديك 40 راه تنسهلها لي اخي واحد انا هاديك 40 تنسهلها ما نجيش وغنديها لي
ملي قنعني بقى تيهضر معايا بواحد الهضره وتيجبد لي شي هضره وتيهضر معايا شي حوايج اللي ما عارفهمش انايا وكذا، وهذه شي اسرار وما عرفت شنو وكذا عليه وكذا، وهذه بقى تيعاود ليا شنو 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 ها وهاك كيفاش هذا 40000 وشنو اللي بقات بيناتنا وهذه. لقيت الكلام ديال المساوي اخويا نبيل عنده الحق، ولد حومتي يوسف خلى في الحرف صافي. انت خليتي في الحرف، قال لي يا اخي واحد دابا انايا بحال هكا تيهضر معايا بهضره ديال بالاداب الاحترام بالرجوله. تحياتي ليه، هو راه شاف هذا الفيديو هذا راه غيترجع سينته وغيعرف هذه القصه هذه وغيرجعها وغيقول شوف رجع سينته طاحت ليا في عقلي. وبزاف ديال الدراري تيكتبوا لي راه عاودنا شي قصه على خويا نبيل المساوي نبيل المساوي نبيل المساوي. انا يا طاحت هذه القصه هذه تنبغي نعاود شي قصه اللي تنكون انا يا حاضر فيها وعارفه وعايشها باش ماشي سامعه ولا شي حاجه. ما عليناش اخوتي ملي هضر معايا هاد الهضره هادي وهضر معايا بالرجوله وقال لي شنو كذا وهذا راه هضر معايا وانا يا نتايا ما دير العيب والعار الا عمري هزيت في عيني عمري درت شي حاجه شي انايا تنحط الاحترام بيناتنا كذا. قلت لي فري قال لي راه شنو عاود وهضر معايا على شي هضره بان الحرف مخليه ولد حومتي هو اللي مخليه في الحرف. قلت شنو نقول حيت تا هو تيدبر على راسه تا هو مقود عليه اخوتي بالرجوله تا هو ما دارش بحال هكاك ما يدبرش على راسه تا هو ما كاين لا زياره لا والو خصو ياكل يجبدها من تمايا يعني خاصو يدير بحال هكاك. وانا حاسس بداك الشيء يعني حتى انايا درت شويه ديال العقل الاخر عرفت شو تيجيو الزياره مازال غيتعوض لي غتجي دكاكه وحده اخرى ولا شي حاجه وغنعوضو داك الشيء. خويا نبيل ما عندوش من غتجي ديك 40000 راه جابها لي الله راه شكون ما عنده حد اللي غيجي عنده ما حتى شي واحد ما حتى شي حاجه خصو يشقى على راسو من الدار هكا كاملين كنا تنديرو الله يسمح لينا. هاد الشيء راه كان ما بقاش هاد الشيء دابايا ما عليناش اخوتي صافي. ملي قال لي هاد الغادره قنعني قلت ليه سي شنو نقول لك سي الله يسهل عليك صافي ما نعاودو هضره ديك 40000 حلالت عليك. مشيت هبط ديك الساعه عيطت على ولد حومتي اجا خي يوسف فين انيا بخير. قلت له مشيت عند السيد مشيت عند نبي هضرت معاه عاودت ليه جاي نجيب 40000 كون باغي نجيبها ولكن ملي مشيت راه هضر معايا اشنو درتي معاه واشنو درتي معاه واشنو درتي معاه واشنو درتي معاه واشنو بيناتكم واشنو بيناتكم واشنو بيناتكم وها باش قفلتوا 40000 وها كيفاش دايره وها شنو ها شنو بيناتكم ها 40000 علاش داها لك. ملي هضرت مع ولد حومتي بهاد الهضره هادي ولا تيمشي وتيجي في الهضره ملي ولا تيمشي وتيجي في الهضره عرفت بان كاين تخلويض نايض وانا بغى يديرني بحال لا طريق غنولي جابد انايا صداع المشاكل غنولي مدبر على شي مشاكل انا ونابل شي مشكله الله يستر ما نعرف. انايا هوايا نابل هضر معايا فهمني بواحد العقليه اللي تخلاني بخاطري هبطت هضرش معاه ولد حومتي لقيت منه هوايا الخوات الهضره ماشي متناقضه اللي تيقول الهضره شي يقول ماشي هي اللي تيقول يوسف. قلت له خاي داك الدري الله يسهل عليه تعوض نعوضها في شي حاجه اخرى مازال حنايا مازال حنايا لداخل مازال نجيبوك مازال نجيبوك اكثر من 40000 دكاكه تخدم على دكاكه ولا شي لعبه ولا هادي صافي. قلت لي ما تعاودش هذا مع ومشيت عند نبيل قلت لي نبيل ديك 40000 سي الله يسهل عليك حلال عليك انا حتى بنادم مقود عوات الله يسهل مني وجبد مدبر ندبر على راسي ما عنديش وانا ينبلي واي حاجه نبلي بها كما كانت وما نجي وجاي مدمر ومعذب معاهم وجايه فيا وما عرفت شنو وما ندير وما نديرش بحال هكا وراه ندير شي حاجه اكثر راه اي راه مشكله راه خوتي بالرجوله صافي كدا هادي صافي هضرت معاك قلت لها شنو خينا المهم مره اخرى هادي حلالت عليك خليه يدبر على سو مره اخرى ما تعاودش تدور بيه ما والو. قال لي يا اخي واحد انا ما بقيتش نعاود ندور بيه قدرني قال لي فوجهك وبالرجوله ديالك تنشوف منك ما عمرني شفت منك شي حاجه تنتايا وكذا. هو راه تيشوف من البعيد تيشوفني كيفاش البساله ديالي كيفاش دايره انا باش نشوف البساله ديالو كيفاش دايره عارفين بعضياتنا كل واحد كيفاش تيسوى تا رجليت والرجوله وكيفاش كل واحد وكيفاش داير تا جابنا لقانا هذا النهار هذا اللي غنهضر فيه غنبدا فيه مع على هذا الديكور اللي وقع من هنا غتبدا العلاقه ديالي مع خويا نبيل من تما غنوليو بخير صافي. ديك الساعه غنوليو نوقفو كدا نريحو تصفى نتجمعو صافي ولينا ديك
او وليت تنعطي شي واحد الوقيف الله الا تفكر تا واحد ديكور واحد النويطه هي تفكر تا واحد ديكور وشاده هو هي كنشد واحد الستوك ديال النيبرو شدوا شد النيبرو خدا النيبرو جابو من كارتي اخر ما كانش داير عندنا غير النيبرو في اي جيب هادي هي تفكر تا الديكور دي والله تنعاود لكم اخوتي جاب النيبرو معش من حيبه شي واحد عطاه ليه وما كاينش نيبرو في حاجه خدام شنو داير شحال دا كندير النيبرو ديك الساعه وهادي النيبرو 300 و 300 وراء وما عرفت شنو راه صافي هو طاح و تيبيعو بنادم ب 400 المهم خدا هو المهم تيبيعو ب 20 درهم تي 300 جمله الا كنت تاخذ شي 100 100 واحد ولا شي 200 ولا شي 300 هاك انايا جالس في البيت غنطيح على واحد الدري تا هو يا تحياتي الناس الخميسات واحد الدري ولد الخميسات تا هو يا عشيري وصاحبي وانا يا ويجي ويورق لي قال لي لقيتو تيضرب عتي شنو تيجيب عتي مشكله ديال النيبو تيضرب عتي اربعه الكراتن ثلاثه الكراتن ديال النيبو تيضربهم كان تيضربهم في السيكان وما تيجيش تقلب ما كانتش باينه فيه وتاتي تيجيب باق بقات وهي تجيني التنقنيقه وانا نعيط عليه واحد الليل قلت ليها اجي تجي تجيك دادي شنو تطلعها تجي الامانه ملي تجي الصخره ديالو تيشد الباني ديالو تيعطيه لولد بلادو واحد اخر تيمشي يدي يطلعوا البيت واحد اخر وتيجي هويا بالباني ديال ولد بلادو الاخر اللي ما فيه والو تيدخلو باش لا تعطى ولا شي لعبه ما يجيوش يعاركوا داكشي ما يدخلوش يعاركوا داكشي ولا حنايا كنا بغينا نبغيت ولا كنت باغي عرفت باغي نجبد داكشي ما كانش يضرب 400 300 شما سي حدا تيحطها تيجيبها تبقى بحال هكاك داهي توصلني تنقلق ونعيط عليه واحد اللي قلت ليها شنو قلت له حاجه تبيع تدي دابا هي البراني وكذا تدي البراني وحنايا في البيت انايا في البيت وما ندبر غتعطي ونتايا تعطي البراني انت يعني ما غنقول ليه يعني ما غيبقاش ما غتبقاش تصرف على هذا الشيء هذا ما غايجيش انا ما خديتش انايا هاد النبره تصرف عليه والله لا بقى جا شي نبره صافي وانايا ما غنضيعكش فرصتك باش ما بغيتي هذاك اللي تعطيني بشي ثمن انا لانه نعطيك انايا داك الثمن باش تعطيه لبنادم قال لي صافي اخي واحد وكذا ملي شاف داك الشيء فني حمرت العين وكذا خوتي بالرجوله حيت كان ديك الساعه خصك تكون ديب والنعجه كانت ياكلوا الديب ديك الساعه بالرجوله نهضروا صافي ملي انايا بقيت معاه بحال هكا هضرت معاه هو يقول لي اخويا واحد صافي راه مليا قلت لي صافي داز ديك الزياره كذا جاب الامانه كذا بالعشيه في ماتيريا السيكان خوا هز داك كان ديك الساعه باقي تدخل الماكله هز كنت نقول لهم حنا تشوبينا الطاسات اخوتي تيجي فيهم الماكله كنت نقول لهم تشوبينا تيجيو حامضين ما تيوصلو حامضين جابهم تيحطهم عطاني السيكان انايا ديال الشمال عطاهم ليا ملي تنحل السيكان ديال الشمال تلقى مشكله ديال النيبرو تا مشك ولقيت انا ولقيت غنطلي ماشي الكارتي بنيبرو غنطلي الكارتيات كاملين وغيوصل الميم واحد وغيوصل الميم جوج وغيوصل لاي الف وغيوصل للساحه وغيضا حيت مشكله شنو غندير ما شنو وقتي و تيقول لي ها هي جايه ها هي غتجي مع تيكون زاير واحد معهم هي جوج كل نهار كل زياره تيجيب واحد جوج زيارات بحال جوج مرات في السيمانه تيجو كل واحد نهار بجوج تيجوج كاكات في السيمانه صافي مع خصني نسالي هذيك الاخر غتجي دكاك واحد اخر شنو درت هي باش انا بين الميزانه غنتعاشى مع نبيل وكذا وهادي غايجي عندي بحال هكا غنطلع غيشوفنا وهو تيدور هو تيدبر على راسو بالنيبرو تيبيعو ب 20 درهم الماس كذا هو انا يا جيت جاني داك ملي جاني هذاك ستوك ملي شتو هو داير دومي اللي هوايا هو اللي كان شاد تمايا هو اللي عنده بوحديتو طاح عليه شي واحد جايبو من حيبه ولا شدو داير اللي هوايا دومي انا باغي نتفك جيت قلت هاتي شنو انا يا ما نهبطش عليه السوق بزاف مشيت درت لي 250 اللي بغا كدا 250 هو يتكب كلشي عندي باغي يبقى يخبع عارفين هما يتقطع عاوتاني شنو قالو غيتقطع كدا هادي او حنايا غنزيدو فيه ويجي عندي كدا نابل قال لي واحد كدا شنو هادشي دير كدا دابا يلا شت واحد البارتي هي تخليها عاك عندي قلت له شنو ندير معاك اخي نابل لا ندير معاك غندير معاك واحد البارتي انت دابا شديتي يعني بغيتي شديتي تمايا غالي انا عرفتك شديتي بثمن غيجي من حيبه غيجي طيب شويه طالع غندير معاك واحد الحل غندير معاك حل زويون انا يا دني برو هذا اني ليه هادي شنو غندير معاك غنبيع لك بميل الماس 10 دراهم ماس نيبرو
أما عمرني أنا بعدا أقسم بالله إما عمرني كنت داخل السجن خديت ما سبع شباب شفت ما ستي داير ما سبع شباب درام في الحبس الحبس كامل داير في عشرات ما عمرني لقيتو داير في عشرات درام تا عندي بزاف كي غندير وهي جايه وانا نقول لي عندي عشرات درهم عندي واحد ستوك هضرت معاه لقيتو تا هو يا خصيم الرجال تتعامل مع الرجال ديريكت هضرت معاه كدا قال لي صافي اخي واحد شنو كدا هادي مشيت جبت ليه بقى زيت ليه 100 قلت له تخدم عيد هاد 100 هادي مشى تا هو يا عطيتو لي انا ب 10 درهم جيب لي انا يا ب 10 درهم الله يسهل عليك بيعو ب 250 بيعو ب 300 بيعو ب 10 ب 100 ب 500 عاود راسك المهم ميلا الماس صافي انا جي الله حي ولا تيتحيد ولا تيدير تيتفرق حتى هو تيخرج الكارتيات باش نكونوا ما تيبيعش غير في الكارتي عندنا تيخرج الحيبه يخرج الحيدال يقضي يهبط الميم جوج يقضي يصيفط الميم واحد حتى هو المهم انا يا واكل خبيز دبرش على راسي وهو يا حتى هو يدبر على راسو وهذوك اللي جايبينه حتى هو يا باغا ندبروا عليهم حتى ما غياكلوا خبيز وحنايا واكلين كاملين وغنوكلوا اللي تياكل وكلشي هو داك وكلشي بخير وهو يا غادي الحبس دايم صافي هي هذيك بقات بيناتنا هاد الصداقه بحال هكا صافي المعامله بيناتنا بقات الرجوله ما تشوفناش راه مده دابا يا شحال ما تشوفناش مده ما تشوفش انا وياه ما شحال ما عرفتش عليه شي خبار ما تلاقيت معاه ما والو شنو غنقول ليه هاد القصه هادي اخوتي ديال اللي طلبوني بزاف ديال الناس تيقول لي ود بزاف ديال الدراري ديال خويا نبيل المساوي تانايا ومازال نعاود لكم قصص عندي معاه الدري الرجولة تنقول ليه مبروك عواشرك ولا شاد الفيديو هذا هو يا مرحبك معاك ها واحد خوك وراك انت عارف احنا ما دوزناش قليل والحمد لله ملي عفا الله نتمنى يكون عفا الله وتكون بخير هو هذاك خويا نبيل والخوت كاملين الله يبعد عليهم طريق الحبس والله يسهل على اي واحد فهاد النهار هذا خوتي وغنقول لكم هي فات 12 ديال الليل غنقول لكم عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتو فهاد العواشر يا ربي ويسهل عليكم ويعطيكم ما نويتو في خاطركم اخوتي وتحياتي لكم وتنموت عليكم كاملين من القلب الخالص اقسم بالله شنقول لكم تحياتي لكم وتنموت عليكم والله يسهل عليكم اخوتي هادشي اللي غنقول لكم في قصه جديده في شي حاجه جديده ما عرفتش شنو غادي يكون جديد الله اعلم غنقول لكم تحياتي لكم واللي ما دايرش اخوتي ابوني وتيتفرج قبل ما يخرج دير معاك ديك ابوني الله يخلي لك المهمه اخوتي باش غير شجعوني باش نعرف بانني انا عندي واحد الناس حاس بي انا حس اقسم بالله الا لا الا هاد الناس اللي عندي هاد الناس اللي عندي اقسم بالله الا بعدوني بزاف ديال الحوايج نتمنى ادعموني بعدتوني بزاف ديال الحوايج هربتوني منها وليت بغيت انايا اللي طرا ليا ما يطراش لواحد اخر لا داكشي اللي عشتو انا ما يعيشوش واحد اخر يسمعوا مني وما يديرش بيه حيت انا ما استفدت منه حتى حاجه استفدت حتى العذاب وفي الاخر ما لقيت حتى شي حاجه لقيت راسي عايش ما كاين والو ما دوك الفلوس كاملين اللي خدام وسط الحبس وكذا تيقول لك الحرام تيمشي في الحرام قبل من الحبس مشاو في الحبس مشاو في داك الشيء ديال صافي راه قلتها بلا ما نعاود داك الشيء الخايب تيمشي في الخايب ديريكت غنقول لكم اخوتي الله يسهل عليكم في هاد النهار هذا نتمنى ديروا لايك كاملين اخوتي باش يطلع هاد الفيديو هذا وشوفوا الخوت واللي ما مابونيش دير ابوني الله يخلي لكم المهمات في هاد العواشر هادي دعموني شويه باش نحس براسي معاكم وباش نبقى ندير معاكم فيديو راه عندي بزاف ديال القصص اقسم بالله الا عندي شي قصص مشكله اقسم بالله حيت حياتي كامله ما لهلايك تبع على شي مسلم بغيت نكمل معاكم نتمنى دعموني باش نبقى معاكم اخوتي تحياتي لكم والله يسهل عليكم وما غنطولش عليكم اخوتي عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتو تحياتي لكم والسلام عليكم خوتي.